سعد الله المساء اخوان. قبل ما بلش الفيديو لازم افرجيكم الاوتفيت تبع اليوم. مش عارف اذا انا مبين ولا لا. بنطلون كروهات ابو عنتر سويتشر نايك ماستر كوبي شبه الاصل. بلوكات ايمن لنوصل مليون اكشن. جماعة الخير، ببساطة ايمن ابو كفاح قرر يوصل مليون خلال 30 يوم. اوف ايش مش محمس الموضوع. انا في هذا البلوك صورت اعلان من لا شيء، طبعا كانت فكرة عطار صديقي، طبعا انا حاليا انا حس عند عطار. احكي لكم الموضوع باختصار. عطار انا جبت شوية اغراض وجاي انام عندك شهر قبل ما اوصل مليون. المهم هو وافق جدا كمان، بس بشرط انت موجود هون لصناعة المحتوى وتزيد فولورز. سبسكرايبك في هذا الفيديو جدا مهم جدا مهم. ما راح اقدر اقول لك قد ايه انا راح احمسك وانزل فيديوهات كثير احلى من هذا الفيديو، لانه هاي الكاميرا اصلا انا كنت شاريها ناسي اني شاريها، فكري ما اخذت تخليص حق او انه من يوتيوبر معتزل مش متذكر التفاصيل. عطار يا جماعه الخير دعم الفكره بطريقه كثير رهيبه. اسمع عطار، صراحه انا جيت عندك عشان اوصل مليون. وافق وقال لي انا معك مش شهر، قد ما بدك ووصل 10 مليون مش مليون، واعطاني هاي الغرفه المتواضعه. انا متفائل انه هاي الغرفه راح تطلع فنان بلس راح تصير غرفه موديل. مال الغرفه كانت شوي مستودع، يعني خلال فتره تصويرنا وتقدمنا راح تلاقي انه في شغلات كثير تطورت، مثلا مكان الاقامه ممكن اكون مقيم عند عطار، ممكن تلاقيني في برج روتانا، هاي اراده ربنا في النهايه، ممكن تلاقيني في اول فلوج سنجل، بعد فلوجين تلاقيني متجوز، ربنا رزقني واعطاني وما حبيتش استثمر فلوسي برا، اوكي؟ لكن انا متاكد انه this room will become برج in the future. سوري على مخارج الفاظي. المهم اول شيء عطار عمل لي اعطاني فكره شغله ممكن نعملها بعض الفلوج. جبنا ناس من اصحابنا لزوم التشجيع. او لزوم العجكة يعني. وشرحنا لهم شو حابين نعمل. وهم تقريبا فهموا وحبوا، او ما فهموا وحبوا، او ما حبوا وما فهموا، ما بعرف صراحة. بس ما بدي احرق لكم قديش حيكون في افكار لفلوجات قدام. اه والله. فعملنا فيديو باقل تكلفه ممكن حرفيا، جد اخوان. How to make from nothing nothing. يعني كيفيه عمل من الشيء الى شيء. كيفيه عمل من اللا شيء شيء. يعني هاي كوبايه شاي عاديه، عطار هسه ممكن يعمل لك منها انها بتطير وتعمل اعلان لحالها، فهمت؟ يعني هاي الكاسه ممكن تصير بلوجر، يعني مش بلوجر عشان ما اقلش من اهميتي في الفيديو. لم علينا عبيدك يا رب. هذا اللي احنا راح نقدمه في سلسله فيديوهاتنا، راح نكون بحاجه لشغلتين، اول شيء عزيزي المتابع انك تعمل سبسكرايب لهي القناه، لانه انا بدي اوصل مليون، ليش؟ مش عشان الم مصاري. اذا لميت مصاري اخوي بيني وبينك على النص. ثاني شيء انا جدا بحاجه لمواهب، جدا بحاجه لافكار، جدا بحاجه لناس حابه جد تقدم محتوى، وانا جد حقدم لها كل الدعم، بس مش في بيت عطار يعني. بس نخلص، خليني افرجيكم شو عملنا من اللاشيء بالكاميرا هاي اللي هي فعليا مش عم بتصور هاي كواليتي، يمكن انتم تشوفوني مغبش، انا مش عارف اصلا انا طالع واضح ولا لا، لكن راح نفرجيكم شو النتيجه اللي طلعت معنا. أقدم لكم الولاعة الرخيصة. يعني مش ناقصة دراما وكذا الله. بس هذا كان فلوجنا لليوم، أقل شيء ممكن أقدمه الصراحة، لأنه الفلوج الجاي راح يكون كثير فيه تفاصيل أكثر، راح نصور برا. حبوا الفكرة، ادعموني جدا، ادعموني هون بالكومنتس، وصلوا هذا الفيديو إن شاء الله 1000 لايك، تمام؟ كومنت عفوا، أوكي؟ وسلموني جدا على تامر حسني واحكوا لأيمن راح يرجع يغني قريبا. افرجيكم الاوتفيت كمان مره. Tell me why I'm nothing but a mistake. Tell me why he ain't nothing but a mistake. Tell me why I'm nothing but a mistake. خلص كف